كمان بوابة الأهرام قالت إن أدى ثلاثي حسام عاشور وسعد سمير وصلاح محسن لعيبة الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش تمرين الفريق الأحمر النهاردة يوم الاثنين والمقام على استاد مختار التتش في الجزيرة. بيعاني عاشور من الإصابة بالتواء في الكاحل، وكمان بيعاني سعد سمير من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وبيعاني محسن من مزق في العضلة الضمة. لسه مكملين.